حنا لعبنا الماتش الباراج الناس ينساو عندهم الميموار كورت واش درنا في في دوالا فزنا بهدف دونا صح ربحنا كسرنا العقده ربحنا الكاميرون اللي كان يعني لبيت النوار تاعنا ربحنا ومن بعد كي ربحنا في دوالا دونك واش قال سمير ايتي فو علاش فو باسكو الفريق فاز دونك تحسن خدم الاخطاء تاعو اون با اونكيسي ياك في دوالا سجلنا هدف كسرت العقده والدفاع كان يعني مركز الى الدقيقه الاخيره يعني فريق تاع ايطون هزم ركعناهم في بلادهم الرياضيه كما يقولوا ومن بعد كان مقابله العوده انا ليبوك جيت لي 100 دولار ما خويا عبد الفاضل وصرا ليبوك الجمهور لازم يفهم باسكو لو كومبلو ايليتي بيان افون هذا بالماضي كان يجيني هما تي بو با ايماجيني واش صرا مع تعيين الحاكم قصامة ما شفناش الفيدراليه دار التظلم شرف الدين عمارة كان معروف ما يعرفش كرة القدم مسكين جا ولا رئيس فيدرالية بولوي ربح في دوالا دونك لا كاليفيكاسيون في الجيب هكذا كانت في الجيب صح شفنا كاع المقابلة في تشاكير يا ناس خافوا ربي ما نهزمناش في التيران هنا في غرون ماتش صح الكاميرون كانوا يزون جوي لو فاتو باسكو كي جاو لهنا ما عندهم ما يخسروا ياك خاوة شراو لك الما شراو لك لاربيت كان سيفر اسمح لي هاوليك دوك انا كي نقرا الدوسي راح الفيفا الفيفا كون قالت فيه سمح لي ما تلقوه سمح لي ما تقدروش تخباو سمح لي سمح لي كي كنا فايزين في حتى الدقيقة لا خلي الدقيقة الأخيرة هاوليك وليتو مازالكم توجور تهضروا غير على الكوتي تكنيك انا شفت الماتش كيما انتوما انا جزائري كيما انتوما راني نقول لك هذيك المقابلة هكذا هذا أعداء النجاح أليبوك ما تكلموش على قصامة قالك خسرنا تكنيكمون خسرنا فوتبول الوك ذبحنا قصامة ذبحنا كان سيفر هاوليك سمير ما حبش يستعرف لا قلت لك كان سيفر اي بورتون تايا نتايا عشان نشوفك كي تجي تيزي وزو باغ اكزومبل لاربيت تاكلو ناكلو لاربيت يعطيك الصحة تاكلو هنا راك تقول لي لا لاربيت كان مليح انا لو دوسي سمير فوتر اونيت سمير سمير كانوا كاينين اخطاء لا اسمع دوسي راح الفيفا خلينا من الدوسي لكن ثلث ثانية انا حبيت نعطيك لكن مصطفى كونطرير واش تاع لارغيمون تاعك فهمتني باسكو انايا ما ندخلش في التكنيك انت خير مني في التكنيك انا جيتي بروفي باللي حنا ما خسرناش من ذلك الوقت وبالماضي يدير لاصول الضرر على التحكيم الافريقي تحكيم خبيث تحكيم ضد الجزائر وحنا اوليو باش نكونوا نزهاء كصحافه ياك انت نديروا اليد في اليد ونطاكيو لا 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 مصطفى كمل دقيقه سامري كمل شنو النقطه الاخرى مصطفى غلط بزاف معليش غلط شوف مش رايك نونو غلط مصطفى انت تقول غلط انا هضرت مع حكام جزائريين نزهاء وكاين حكام اللي كانوا مع الاربيت القاسم رافقوه وشافوا كان سيفا لا ما سي با مصطفى ما غلطوش مصطفى ما غلطوش فشل سمير مصطفى سمير من فضلك سمير مصطفى شوف بالتاكيد الحكم قسم ظلم المنتخب الوطني لكن اسمح لي لكن في الدقيقه الاخيره انك تكون فايز وتتسجل لك بهذيك الطريقه هذا امر غير منطقي كاين حكام اختصاص والدوسي راح للفيفا فاني فيفا كاين الناس هنا حكام جزائريين كاين سيفير نعطيك باغ اكزومبل فلاكسيون تاع البيت تاعهم الاول اللي دار لافوت ماندي طبع قبل ما يلحق يدير لافوت فهمني مليح خلاص مصطفى قلت لك لافير تاع قسم هادو هاد الاشخاص كانوا يقولوا بلي سي تكنيك ما كاش لاربيت تي كوريكت شوف ها كيلك زاني ابري ياك لعبنا لا كان هكذا اون اي تي فيكتيم دو لاربيتراج اسكو في الديبا في لي بلاطو اسكو بون الاخفاق التقني كاين حولك يعرف يحلل يقول لك واش مشى واش ما مشاش بصح العوامل الخارجيه لازم ثاني نعطيو لها اهميه تحقرنا ولا ما تحقرناش بالتاكيد ها لاربيتراج علاش سكتوا وحتى الشعب قال الشعب كامل قال قصامه علاش سكتوا ما هضروش على التحكيم حتى الشعب قال قصامه مصطفى حتى الشعب قال قصامه هو اللي بيان سور قصامه انا اليوم قصامه خليها كوتي قصامه هو اللي رجع كان سيفير ما قرصناش
بصح بالغلط بصح دوكا كما قال يبقى الاراء مختلفه. انا وصلت لا كونكلوزيون باش نقول لك هذوك اللي كانوا يقولوا باللي قصاما كان كوريكت كما راك تقول انت راك سي فيري ما قرصناش. حبيت تقول ما باللي ما خسرناش ما قرصناش لي ميم هاو ملي سكتوا على الاربيتراج لوبجيكتيف تاعهم. علاش لوبجيكتيف تاعهم اباطر بالماديس الحاجه اخرى ils s'en foutent شمو البوك ما شافوا والو. سمير 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 انت انت هل في هذا الكان كان 2023 بكو ديفوار هل ظلم المنتخب الجزائري من قبل التحكيم؟ ظلم تحكيميا وكاين كاين كل مقابله نعطيك حتى نعطيك مثلا المقابله تاع بوركينا فاسو عندنا ضربه جزاء شرعيه 100%. لكن في زمن الفار سمير هنا هناني باغي هناني باغي نهضر مع مصطفى اسكو هذو الجزائريين اللي يعمروا علينا ولا دي زيترونجي اللي يديروا لنا هكذا. انا حبيت نفهموا في هذه في الدوره التحكيميه في الدوره كوت ديفوار هذه تحكيم ضد الجزائر فاضح. نقول لك علاه مش عارف ما هي قراءتك ما هي قراءتك. نقول لك حاجه جو بونس كو شكون اللي راه ضد انت يا كي انت كي تشوف شكون اللي راه ضد. انا نقول اسرائيل هو دي باينه اسرائيل ديريكتومون. وي انا شوف انا نقول مع هذا شوف الجزائر راه يتخلص الفريق الوطني راه يخلص مواقف الدولة الجزائرية المشرفة باتجاه القضية الفلسطينية. فوالا ديريكت.